انت بتحبها يا ممدوح؟ ما تنسيش ان في 10 سنين بينا، وزي ما كان في عشرتنا ايام صعبة كان فيها برضو ايام حلوة. بس انت فهمتني انك تعبان من غيرتها وانك بتفكر في الطلاق. في ناس كتير بيحبوا بعض اتطلقوا عشان ما يقدروش يفهموا بعض. الحب بدون تفاهم ما بيدومش. من اول يوم اتقابلنا فيه في الاوتيل حسيت انك مش هتكون ليا يا ممدوح. سونيا ارجوكي ما تفهمنيش غلط. انا مش زعلانة، بالعكس انا بكون فرحانة لما احس ان لسه في الدنيا راجل ممكن يضحي عشان مراته وبيته، لاني تمنيت ان يكون لي راجل بالشكل ده. يا ريت تقدري تبني لنفسك حياة مستقرة مع واحد تحبيه ويحبك. صدقني انا خلاص حياتي ما بقتش مشكلة لاني تعودت عليها. لكن انت خسارة، لازم ترجع لمنى، وعشان تضيع غيرتها لازم تحس بالثقة فيك وفي تصرفاتك. صدقني انا ست واقدر احس باحساس الست اللي زيي. سونيا انا مش عارف اشكرك ازاي. باقي من الزمن 25 دقيقة. بقولي نخلص اللي احنا جايين علشانه وبعدين نبقى نرقص. ها؟ تحت أمرك يا حبيبي. أوكي. انت يا وليا يا مدموزيل، انت ما بترديش ليه؟ رد الله يخرب بيتك يا انسه. يا نهار اسود، دي ماتت ليه يا رب كده؟ اشمعنى انا اللي منحوس في العيله يعني؟ مره يقلعوا لي هدومي والمره الثانيه اقعد مع واحده عزرائيل مستنيها. ده انا غلبان وصاحب عيال. يا وليا مسعود، في حد في الدنيا ما يحبش العيال يا محسن؟ تعرف يا مسعود امبارح ماما كانت زعلانه مني. ليه؟ عشان لسه ما خلفناش. يا نهار اسود، احنا لحقنا؟ ده احنا لسه في شهر العسل. والنبي مسعود عنده حق، ده انا كده لخمت نفسي وخسرت صحتي وحريتي. يا عبيط اسمعي كلام امك، مفيش حاجه تربط الراجل بمراته قد العيال. وليه ما يكونش اللي يربط الراجل بمراته الحب والعيشه الحلوه؟ العيال نعمة من عند ربنا محدش يرفضها. يا ست هانم، النعمة لازم الواحد يراعيها ويصونها، ولما هيبقى عندي دستتين عيال لا هعرف اصورهم ولا راعيهم. الحكاية مش بالعدد، اتنين جدعان زيي ابرك من دستة هايفة.